فالمعلم أصبح راصد لكل العمليات التعليمية والمقوم لها للتأكد من سلامة الخطوات التي طبقها الطالب ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المطلوبة المرغوبة. طبعاً هذا كله يرجع لحسن تخطيط المعلم لبرنامجه بحيث يرسم البرنامج خطوة خطوة. وفي خطة البرنامج يتم وضع خطط علاجية وإجرائية توجه الطالب نحو السلوك المرغوب به. طبعاً لازم يراعي هنا قد إيش فعالية التعزيز ومتى يكون وكم مرة. مهارات وكفايات الطلبة المستهدفة بعد الجائحة. أظهرت الدراسات أن التعلم عن بعد سهل ومن الممكن من خلاله تطوير مهارات الشخصية، من أهمها التعلم الذاتي واستخدام الموارد الرقمية. عشان كده أصبح من الضروري إعادة النظر وترتيب أولويات مهارات القرن 21، وكمان تعزيز الكفايات لدى الطلبة وإعدادهم من أجل مستقبل ما نعرف كيف حيكون هذا المستقبل وإيش المهارات اللي حنحتاجها فيه، ونعدهم للدخول لسوق العمل. وكان من أهم المهارات والسلوكيات الهامة التي يجب أن نسلط الضوء عليها وفقاً لنتائج الدراسات والأبحاث كانت مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات في العمل باستخدام التكنولوجيا، المهارات التواصلية الشفوية والكتابية، القدرة على التكيف وامتلاك العقلية المرنة، التعلم القائم على الاستفسار والتساؤل والابتكار، المبادرة والقدرة على اتخاذ القرارات. وهذه المهارات هي التي تؤهل الطالب أن يصبح قائداً ناجحاً على الصعيد العملي والمهني والاجتماعي والشخصي. طيب كيف نجهز المعلم؟ نحن عرفنا دحين إيش المخرج اللي حابين نشوف طلبتنا به، لكن كيف حنجهز المعلم؟ إن التركيز على إعداد المعلمين أصبح أمراً ملحاً لرفع مستوى الكفاءات للتكيف مع قدرات الطلبة التي تطورت مهاراتها، فصار لازم نعيد صياغة العملية التعليمية ونعمل على تطوير مهارات المعلمين لإدارة الفصول ونحسن قدرات المعلمين في تكييف أنشطة مناسبة للتعلم ولنمكن هؤلاء الطلاب من النجاح في مستقبلهم المهني. طيب إيش هي المهارات المستهدفة؟ التعلم المبني على حل المشكلات والمشاريع والاستقصاء اللي معروف بالإنجليزي inquiry based learning. إن التعليم القائم على البحث والتساؤل والاستقصاء هو نوع من التعليم اللي يبدأ مع الطالب بقية عمره، لأنه يساعد الطالب في التفكير خارج الصندوق ويدربه على التواصل والعمل بروح الفريق ويخليه يربط تعلمه بالواقع فيصبح أكثر تفاعلاً مع مجتمعه. طيب التعلم وأيضاً من المهارات اللي مستهدفة للمعلم ما بعد الجائحة التعلم المبني على المهارات لماذا وكيف. هذه المهارة تحتاج إلى معلمين يقدروا يدربوا الطلبة على سلوك التعلم behavior for learning. فالمعلومات موجودة في كل مكان وخاصة بعد تطور قدرات الطلبة التكنولوجية، عشان كده لازم يكون التركيز أكثر على المهارات. مهارات إيش؟ مهارات الاجتماعية، الاستقلالية وتحمل المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرارات، ومهارات التواصل سواء الشفوية أو الكتابية، وهذه المهارات تقاس في كل المواد. أيضاً من الكفايات المستهدفة للمعلم بعد الجائحة توظيف التكنولوجيا في التعلم بحيث تكون أكثر تفاعلاً وبجو مليء بالإثارة والتشويق والإبداع. أيضاً من الكفايات المستهدفة استراتيجيات التأمل والتفكير النقدي،
تعمل على رفع قدرات الفهم بعمق والتحليل بمنطقية وعقلانية، تنمي شخصية الطالب وتطور قدرته على إصدار الأحكام وإبداء الرأي بطريقة منطقية وزيادة الابتكار والإبداع والسعي إلى ما وراء المعرفة. أيضاً من الكفايات المستهدفة للمعلم ما بعد الجائحة استراتيجيات دمج الطلبة في التعليم والتميز اللي هي differentiation and inclusion. إن إشراك المتعلم في عملية التعلم والتحاور معه يمكن المعلم من معرفة احتياج الطالب ويسهل دور المعلم، وكده نقدر نهيئ جيل عنده شغف المعرفة. وأكيد هذه المصطلحات اللي طرحتها هي مصطلحات دارجة في القطاع، ولكن تطبيقها مو بهذه البساطة، يستلزم منهجية محددة مدروسة محكمة ومتخصصة. ولأني من مدرسة أن التعلم والتدريس هو سلوك، it's a learned behavior، وكما تحدثنا أن التطبيق والممارسة والتغذية الراجعة ترسخ هذه المهارات لتصبح جزء من سلوك المتعلم وشخصيته. لذلك أصبحت برامج التطوير المهني والتدريب للمعلمين والقادة التربويين على رأس الوظيفة ضرورة ملحة، وبالأخص كمان في السعودية. وعشان كده اليوم حبيت أشارككم بمشروعنا الجديد اللي نحن فخورين به وفخورين ومعتزين بهذه الشراكة بين أكاديمية نهضة وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وحنقدم دبلوم مهني للمعلمين على رأس الوظيفة. واليوم حبيت نستفيد من تجربة أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وطلبت من الأستاذة رولا سعيد تحدثنا أكثر عن هذه التجربة. وشكرا، تفضل يا أستاذة رولا. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا لك أستاذة فاطمة، والحقيقة يعني أنت حددتي الاحتياجات بدقة، وهي دائما نقطة الانطلاق. فأنا بحب من أكاديمية الملكة رانيا اللي هي مثل ما بتعرفوا تسعى دائما لتزويد المعلمين والقادة التربويين في الأردن والعالم العربي بكل المهارات اللازمة حتى يقدر يمكنوا جيل من الطلبة المبدعين في القرن 21. وهي أكاديمية الملكة رانيا مثل ما بتعرفوا تأسست عام 2009، وخلال السنوات العشرة قدمت أكثر من 90,000 فرصة تدريبية للمعلمين والقيادات التربوية داخل الأردن وخارجه. وهون بقدر أقول كمان بحب خلال حديثي أني أسلط الضوء على تجربتنا ببرامج التنمية المهنية، بالإضافة إلى التركيز على الدبلوم المهني في التعليم للمعلمين والدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة للقادة التربويين. وطبعاً دائماً إحنا بنقول أهمية المهارات والكفايات اللي ذكرتها أستاذة فاطمة للطلبة اللي بيحتاجوها في هذا العصر، هي بدورها بتعكس المهارات والكفايات اللي بيحتاجها المعلم وبيحتاجوها القادة التربويين. وأكيد إحنا كنا منتفق إنه الحاجة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت آخر لتقديم تطوير مهني للمعلمين والقادة التربويين، تطوير مهني مختلف حديث يواكب متطلبات العصر ويقدم كل ما هو جديد حتى نقدر ننشئ جيل بيتمتع بهاي المهارات اللي ذكرتيها. ذكرتي مهارات حل المشكلات، التفكير النقدي، مهارات التواصل، التكيف، المرونة. هاي كلها مهارات بيّنت معنا أثناء الجائحة، وهي المهارات اللي لازم نشتغل فعلاً عليها. فالتطوير المهني كنا بنعرف أنه بيلعب دور جوهري في تحسين التعلم، خاصة إذا كان مصمم بطريقة يكون فاعل جداً وإله أثر إيجابي. فهذا الأثر الإيجابي رح يبين على الأداء، أداء المعلم القائد التربوي، على فاعلية المؤسسة المدرسة،
على رؤيتها للوصول لدرجة الإتقان والتميز، وبالتأكيد على نجاح وتحسن أداء المتعلمين. وهون بالشريحة اللي وراها بحب أحكي شوي عن أثر تطوير القيادة المدرسية في تحصيل الطلبة، ودائماً بنرجع إحنا للدراسات والأبحاث. فبيشير البحث اللي أجراه روبرت مارزانو مع ووترز وكنالتي إنه لما يكون في عنا تحسين للقدرات القيادية بنسبة 34%، هناك زيادة 10% في تحصيل الطلبة. وأيضاً الزيادة المتوقعة لتحصيل الطلبة بتكون بنسبة 22% إذا كان في تحسين للقدرة القيادية من 50% لـ99%. هلأ نتطلع شوي أكثر على التطوير المهني للمعلمين وكيف بيأثر على تحصيل الطلبة. فالدليل اللي أمامنا هون هو نتائج الاختبارات الدولية، واللي بتبين أفضل الأداء للطلبة في سنغافورة، في فنلندا، في كوريا. والقاسم المشترك بين هاي الدول هو التزام المعلمون بالتطوير المهني وتركيزهم في التعلم القائم على الاستقصاء، وهذا ما ذكرتي أيضا بحديثك أستاذة فاطمة. فمن هون وانطلاقا من الدراسات وشو بتشير الدراسات، بحب أحكي شوي عن تصميم برامج التطوير المهني وخبرة الأكاديمية في هذا المجال. فبالشريحة التالية رح أحكي شوي إذا سمحتي، شكراً، عن خبرة الأكاديمية في برامج التطوير المهني. فإحنا وجدنا إنه أهمية تصميم وتطوير البرامج مهم جداً بناءً على الدراسات العالمية ذات الأثر، ونعتمد دائماً على الأبحاث والتأكد أيضاً من تحقيق الأهداف الوطنية في التعليم وتطوير البرامج، تطويرها مع جهات ذات خبرة بالتطوير المهني. فهذا كمان كان من خلال تجربتنا ومن شراكاتنا المختلفة. فعلى سبيل المثال الدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة قمنا بتطويره بالشراكة مع جامعة كونتيكت. الدبلوم المهني في التعليم قمنا بتطويره مع University College London Institute of Education اللي من أقوى الأكاديميات التعليمية في العالم. وفي كل برنامج كان لابد من تحقيق الأهداف الوطنية، تحديد احتياجات التربويين، الحرص أيضاً على مواءمة المحتوى مع السياق على الصعيد المحلي وفي المنطقة أيضاً. وهون يمكن خلينا نحكي شوي عن العوامل اللي بتساعد على التطوير المهني الفاعل. ومنرجع على الدراسات وشو بتحكي الدراسات، بتدل إنه أثر التطوير المهني بيكون أكبر لو كان التطوير بالمبحث والتخصص. فضرورة التركيز على بيداغوجيا المباحث المتخصصة المرتبطة بالمناهج الوطنية، وأيضاً الاطلاع على المناهج الدولية وماذا تقدم هذه المناهج الدولية حتى يكون في خبرة واسعة. يجب أن يكون مرتبط أكيد باحتياجات المعلمين والقادة أو القادة التربويين، لأنه اللي عم نشوفه وأكيد خلال الجائحة الاحتياجات عم تختلف والتطور عم بيصير بسرعة، فلازم نواكب هذه التطورات، ولازم تكون البرامج التي تقدم تكون موائمة للاحتياجات والتطورات أيضا. بالإضافة إلى أهمية برامج تطوير مهني، تحتوي على دورة تعلم واضحة بتساعد المعلم والقائد على بناء المعرفة والمهارة تدريجيا. ويمكن هون بحب أعطي مثال على البرامج التي قمنا بتطويرها خاصة خلال الجائحة، لتكون برامج تقدم عن بعد، برامج تقدم بطريقة التعلم الإلكتروني والمتمازج. وهون حاولنا يكون عندنا نموذج بضم تعلم متزامن وغير متزامن، وبيبني المعرفة تدريجياً لدى المتدرب، وبينقل المتدرب من التعلم
إلى الاندماج إلى التطبيق وإلى الممارسة الفعلية داخل المدرسة وداخل الغرفة الصفية والبيئة التعليمية. ونقطة مهمة جداً دائماً نذكرها أنه مع سهولة حصول المعلومة، يمكن ذكرتيها أستاذة فاطمة، بكبسة زر صارت المعلومة موجودة للجميع بسهولة، للمعلم ويمكن للطالب قبل المعلم، لأنه إحنا بنعرف قد إيه قدرتهم على التكنولوجيا ومهاراتهم الرائعة. فصارت الحاجة ملحة للتطوير الشمولي للطلبة في جوانب المعرفة والمهارات، ليس فقط المعرفة وإنما المهارات والقيم والاتجاهات. وبهاي الناحية المفروض تبدأ بالمعلم أكيد حتى يقدر ينقلها للطالب، وهذا اللي بيطلبه سوق العمل. يعني إحنا ما بنقدر نفصل حالنا عن سوق العمل والمتطلبات سوق العمل حالياً، واللي بيبدأ طبعاً بتطوير مهارات المعلم زي ما قلت حتى يقدر ينقلها لطلبته. وهون نقدر نحكي عن الاستدامة، اللي أهم شيء هو استدامة برامج التطوير المهني الفاعل. تجربتنا علمتنا ضرورة وجود إطار عام يقيس جودة العمليات التعليمية، فبيتيح لنا الفرصة أنه نقف على مجموعة من المعايير والمؤشرات اللي مستندة على الأدلة، لأنه هي هاي اللي بتعطينا المجال حتى نقدر نتخذ القرارات الصحيحة، نقدر نوضع خطة تطوير تنهض بمستوى المؤسسة أو المدرسة وحاجاتها، بتحسن من أداء الخريج، بتحسن من أداء جيل متعلمين قادرين على المساهمة في بناء المجتمع. وهون بيجي دور كمان ضبط الجودة، أهمية ضبط الجودة والتحسين والتطوير المستمر، ودائماً التحسين والتطوير المستمر بيكون مرتبط بالمستجدات، مرتبط بما تشير إلى أحدث الدراسات، أفضل الممارسات. مجتمعات التعلم المهنية، هون بحب أحكي إنه هو موضوع في غاية الأهمية، وبرأينا هو اللي بيساعد على الاستدامة. فلما بيحدث من خلال تشكيل إطار للعمل التشاركي في بين المتدربين بالأول، بعدين بين خلينا نقول الكادر التعليمي في المدرسة، بين المؤسسات المختلفة ممكن بالبلد الواحد أو من خلال بلدان مختلفة. هلأ التكنولوجيا خلتنا نقدر نوصل للجميع، هون بيصير في تحسين أسرع للأداء، وبيصير في استخدام لنتائج التقويم المستمر من أجل تحسين التعلم. وبقدر أقول البرامج وخاصة الدبلوم المهني في التعليم والدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة وتقديمها للمتدربين بالأردن وبالخارج فتحت المجال إن حتى نقدر نشارك أفضل الممارسات، فبكل سهولة الخبرات الرائعة اللي عم بيكون فيها تشارك. ودائماً منقول مهما كان المعلم والقائد التربوي أكثر التطوير اللي بيصير لما بيشارك الممارسات مع غيره، لأنه تطبيق فعلي عم بيشوفه مع زملائه في مدارس مختلفة، مناهج مختلفة، فالتنوع رائع جداً. وأيضاً لنجاح مجتمع التعلم المهني، إحنا برأينا يجب أن يكون القائد مؤمناً بهذه المجتمعات وأثرها في التطوير المهني. لذلك من المهم بناء القدرات داخل المدارس لقيادة مجتمعات مهنية تأسيسية فعالة. وأكيد ما بنقدر نستغني عن مواكبة الابتكار وتكنولوجيا التعليم، هذا الشيء في غاية الأهمية، وكنا متفقين أنه أصبح مهم اليوم أكثر من أمس مع تحولنا إلى التعلم عن بعد والتعلم المتمازج. وبعد الاستدامة رح نحكي شوي عن التحسين المستمر، فمن خلال التحديات اللي واجهناها في الآونة الأخيرة تعلمنا أهمية التطوير والتحديث المستمر بناء على المستجدات، أهمية المرونة العالية، أهمية التكيف، الاستجابة للظروف الطارئة، ماذا يحتاج المعلم في هذا العصر من مهارات رقمية ومهارات تكنولوجيا في التعليم،
هذا أصبح أساسيا. يعني يمكن بالأمس كان مهم بس كان ثانوي، ما كان إضافي لأي تطوير مهني. حاليا هذا اللي عم نطلبه واللي عم يطلبوه المعلمين والقادة التربويين. وهون بحب يمكن بالشريحة اللي أمامنا اللي هي عم تحكي عن الدورة، خليني أقول يمكن كل ما عرضته بالسابق من شرائح بلخصه بهاي الشريحة اللي أمامنا اللي هي طريقة تطوير وتنفيذ برامج تنمية مهنية ذات أثر، واللي هي تبدأ بالاحتياجات زي ما حكينا، واللي يمكن سلطت الضوء عليها الأستاذة فاطمة، المهارات الكفايات اللي بيحتاجها الطلبة فأذن بيحتاجها المعلم وأكيد القادة التربويين حتى يكونوا جميعاً مع بعض عم بيقودوا التغيير اللي عم يصير برؤية واحدة في المدرسة. أهمية دراسة الأبحاث والاستناد إليها، أهمية تطوير البرنامج بطريقة تقدم مع دمج التعلم الإلكتروني، واللي لاحظناه إنه وجود البرامج بطريقة إلكترونية بطريقة تزامن وغير متزامن أعطت أو مكنت المعلم إنه يقدر هو يطور المحتوى اللي كان يقدمه وجاهياً إلكترونياً لطلابه في الغرفة الصفية أو البيئة التعليمية. طريقة تنفيذ البرنامج بدورة واضحة تبني المعرفة والعلم والمهارات عند المتدربين تدريجياً. أهمية مجتمعات التعلم المهنية اللي ذكرتها واللي هي من أهم العوامل اللي بتساعد على الاستدامة. قياس الأثر، لأنه بعد قياس الأثر في عنا المتابعة والتقييم اللي دائماً مستمر بالإضافة لقياس الأثر. قياس الأثر بيعطينا أدلة واضحة حتى نقدر ناخذ القرارات ونطور البرنامج حسب البيانات اللي توصلنا ونحللها وبنعرف شو اللي لازم يصير. والتطوير المستمر طبعا اللي هو مبني على جميع ما ذكر. وهلأ هون بحب أبدأ بالتعريف عن الدبلوم المهني في التعليم اللي حكت عنه الأستاذة فاطمة، وبعدها الدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة. الدبلوم المهني في التعليم أطلقته أكاديمية الملكة رانيا في عام 2016، وتم تطويره زي ما حكينا مع معهد التربية في كلية لندن الجامعية، بأهل هذا الدبلوم المعلمين حتى يقدروا يتعاملوا مع البيئة التعليمية على أنها أكثر من كونها مساحة صفية، على أنها منبع للإبداع والقيادة، على أنها مكان لتنمية الفضول الفكري والمشاركة المدنية المواطنة بين المتعلمين. وبتكون الدبلوم المهني في التعليم من 24 ساعة معتمدة لمدة 9 أشهر سنة دراسية كاملة بالتعلم الإلكتروني المتمازج. وهون يمكن بحب أحكي كمان إنه الشهادة صادرة من الجامعة الأردنية، وقد حصل مؤخراً على اعتماد من CAPE اللي هو Council for the Accreditation of the Educator Preparation، وهي أقوى جهة تعنى باعتماد مزودي خدمة تأهيل وتدريب المعلمين. ومدة الاعتماد هي كانت 7 أعوام، وهي أقصى مدة يمنحها المجلس في حال لم يتواجد أي نقاط للتطوير، وهذا ما حصل. وهيك بهذا الاعتماد الأكاديمية أصبحت أول مؤسسة تعليمية في الأردن تحصل على الاعتماد الكامل من CAPE، وهي ثالث مؤسسة تعليمية في الوطن العربي تحظى بهذا الاعتماد. وحالياً حابة أحكي شوي عن الموضوعات اللي موجودة بالدبلوم المهني، واللي هي ميزتها بتربط الناحية النظرية بالناحية العملية. فالمعلم وهو على رأس عمله أثناء الخدمة بيقدر ياخد الدبلوم، وبيربط الناحية النظرية اللي عم ياخدها بالتطبيق العملي اللي بيطبقه داخل غرفته الصفية، فبيساعده بيطور مهاراته في بناء وإدارة بيئة تعلم محفزة بجميع خلينا نقول طرقها، إن كانت وجاهياً أو عن بعد أو مدمجة، لأنه كلها تم بناءها على أحدث الممارسات وأحدث الأبحاث. بيقدر يحلل أسس تصميم المنهاج والتطرق إلى المناهج المختلفة، تمييز الأسس التي تستند إلى نظريات التعلم،
ونظريات النمو المختلفة، تطبيق المعرفة، تطبيق مبادئ وممارسات التعليم والتعلم الفعال، التقويم، أهمية التقويم وتحسين تعلم الطلبة، توظيف أدوات التكنولوجيا في التعلم أو التقييم من أجل التعلم الأسسمنت فور ليرنينج اللي حكينا عنه واللي ذكرتيه أيضا، بيهيفير فور ليرنينج، وطبعا التعلم من خلال الاستقصاء جدا مهم. وبيتضمن الدبلوم المهني مسارين، مسار عام لكل التخصصات ومسار أيضا في مباحث وتخصصات معينة مثل اللغة العربية، مثل العلوم والرياضيات والصفوف الأولى. وبيساعد فيه نقل لتأمل للممارسات التدريسية لأنه بيصير بطريقة تعلم متزامن وغير متزامن. التعلم الغير المتزامن زي ما قلنا بيمر فيه المتدرب بالتعلم، التأمل، الاندماج، التطبيق والممارسة الفعلية. بيقدر المتدرب من خلالها بيحصل على التغذية الراجعة من زملائه، من خبراء في هذا المجال، بيكون فيه تعلم ذاتي، فهذا الشيء بيساعده جداً والإبداع في تطبيق المعرفة، بالإضافة إلى تحقيق معايير المعلمين وتم موائمته مع معايير المعلمين في الوطن العربي وبالأخص في المملكة العربية السعودية. والآن بحب أنتقل لا الدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة اللي تم أيضاً إطلاقه في عام 2016 بدعم من جامعة كونتيكت الأمريكية، والشهادة أيضاً صادرة من الجامعة الأردنية. وطبعاً جاء هذا الدبلوم لتؤكد الأكاديمية رؤيتها ومنهجية عملها نحو تعزيز عملية التعليم والتعلم في الأردن والوطن العربي، وذلك لا يحدث إلا إذا اقترن بتعزيز قادته بالمعارف الراسخة المعاصرة، تمكينهم بالخبرات المحكمة الموثوقة. وأكيد كلنا نتفق أنه ما في شيء في دور المدير أكبر من أو قدراً ولا أوسع أثراً من فاعلية مكونات القيادة التعليمية التي لديه ليضمن بها نجاح عملية التعلم. والدبلوم أيضاً 24 ساعة معتمدة تقدم في 9 أشهر تسعى لإحداث تغييرات جوهرية في الممارسات القيادية، وهذا عن طريق تناول أفضل الممارسات العملية العالمية في القيادة التعليمية. بالنسبة لأهداف الدبلوم، إحنا الدبلوم صمم لترجمة هذه الغايات اللي حكينا عنها، فبيبني معارف القادة التربويين وبيطور مهاراتهم القيادية العملية على نحو بيتفحصوا بدقة تنظيم المدرسة وثقافتها ومناهجها وتطوير كادرها التعليمي وتطبيق التعلم الجديد حتى يقدروا يواجهوا المشكلات الواقعية اللي عم بتكون في الممارسات التدريسية، بالإضافة إلى أهمية تكوين مجتمعات تعلمية. وهون دور القائد، إحنا بنمكن القائد حتى يؤمن بهاي المجتمعات التعليمية، مجتمعات التعلم المهنية في مدرسته، وكلها مبنية على تأملات ذاتية، تأملات ذاتية من الممارسات الواقعية اللي بتكون في مدارسهم، وبتبادلوا التغذية الراجعة حولها حتى يقدروا يبنوا معارف جديدة ومهارات جديدة وخبرات عملية جديدة. فبالدبلوم في رفع لمستوى الفهم والاستيعاب المفاهيمي للقيادة التعليمية حتى يكون في بلورة لرؤية المدرسة وقيادة التعلم وتحقيقها. بالنسبة للمجتمعات، إحنا اللي بيميز الدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة إنه يقدم في 4 مجمعات تدريبية، وهي 4 مجمعات التدريبية معدة بطريقة بنائية تكاملية متسقة، جوهرها الأساسي هي عملية التعلم والتعليم،
اللي بالغرفة الصفية. فالمدير مش مدير وراء مكتبه، هو مدير موجود بكل ركن من أركان المدرسة، بكل ناحية من المدرسة. فهذا الدبلوم بيقدم له تطبيقات عملية مبتكرة تدعم ممارساته القيادية، مثل الجولات التدريسية، مثل فرق البيانات. فمن خلال مساقات البيانات بيقدر القائد التربوي يجمع بيانات، يحللها، يدرسها، ويتخذ قراراته، وتكون هاي القرارات مستندة لأدلة. بيركز أيضاً الدبلوم على تحقيق الفهم المستدام لدى المشاركين من خلال مهمات أدائية عملية مصممة على نحو منهجي مدروس بيطبقوها في سياق منظومتهم المدرسية. فالمدير اللي بينضم للدبلوم بخلال انضمامه بيكون عم بيقوم بمهمات أدائية بيطبقها فعلياً بالمدرسة، فهذا بيزيد من خبراته وبيفيد مدرسته وبيطور كادره التعليمي. ومن خلال الدبلوم بيتعرف قادة المدارس على عناصر الإشراف، أدوات التقييم، بيفهموها بشكل جيد، بيتعلموا، بيعرفوا أكثر عن طريقة تقديم التغذية الراجعة للتحسين، وكيف وضع خطط فعالة للتعلم المهني. وهذا كله بينعكس أكيد في أساليب التدريس وعملية التعلم، وأهمية أيضاً تحقيق وبناء ثقافة مدرسة إيجابية، لأنه بدون مناخ إيجابي ما بيقدر يحقق هاي الأهداف كلها. وأخيراً إحنا دائماً بدنا نربط مخرجات الدبلوم بالمهارات والكفايات اللي بيحتاجها الطلبة، واللي ذكرتيها أستاذة فاطمة. فبهاي الشريحة يمكن نحكي أكثر عن المهارات والكفايات اللي بيكتسبها المعلم، اللي بيكتسبها القائد التربوي من ممارس متأمل، بيكون من شخص قادر على حل المشكلات، أهمية المرونة والتكيف في ظل هذه الظروف، بيكون شخص باحث عن الأحدث في التعليم، بيكون خريج عنده lifelong learning، متعلم مدى الحياة، مبدع مستقل في تعلم ذاتي، هو قائد للتغيير في بيئته التعليمية وفي مدرسته ومع زملائه. ويمكن كمان إحنا من خلال بعض من دراسات الأثر اللي عملناها بينت قد القادة قدروا، كان في تحسن جداً بأدائهم وبممارساتهم، بينت معهم وبينت عند المعلمين، وحتى تحسن بأداء المعلمين، لأنه الدبلوم دائماً بيركز على التعلم والتعليم داخل الغرفة الصفية وفي البيئة التعليمية. وما بدي أطيل أكثر من هيك، لأنه يمكن يكون في أسئلة واستفسارات، فهلأ برجع للأستاذة فاطمة، وشكراً كثير لكم. وإذا في أي استفسارات طبعاً إحنا من خلال يمكن الرابط أو من خلال منصة أكاديمية النهضة ممكن نجاوب على كل استفساراتكم أيضاً. شكراً لكم. شكراً أستاذة رولا. صحيح، وصلت كثير من الاستفسارات عن طريقة التسجيل في الدبلوم، إذا بتعطيهم طريقة التسجيل أو إذا في موقع عشان يسجلوا فيها في الدبلوم. التسجيل موجود على موقع أكاديمية نهضة www.nahdaacademy.sa.edu.sa. هرجع أعيده، www.nahdaacademy.edu.sa، على موقع نهضة الإلكتروني اللي موجود على الويب سايت. في أي أسئلة تانية؟
احنا مش سامعينك استاذه الاء، اذا سوري كنت حاطه ميوت. عم اذا في اي اسئله او استفسارات او اذا احد حابب يشارك صوتيا يرفع زر اليد حتى نفتح له المايك للمشاركه. الدكتورة اعتماد تفضلي لو تفتحي المايك عندك. السلام عليكم، يعطيكم العافية. وعليكم السلام، أهلا. يعطيك العافية ست رولو، يعطيك العافية ست فاطمة، كيف حالكم؟ أهلا أهلا دكتور. اعتماد الجعافري، مديرة مدرسة ذات راس الثانوية من الكرك الأردن. أنا حابة يسعدك حبيبتي، أنا حابة حقيقة أحكي عن تجربتي في دبلوم القيادة المهنية المتقدمة. حقيقة أنا كان لي الشرف أن أكون أحد المتقدمات لدبلوم القيادة المهنية، وبالفعل يعني هو حقيقة يعني مش مجاملة كان له أثر كبير علي في ممارساتي كمديرة مدرسة، واللي حقيقة أنا يعني من خلال تفويض الصلاحيات، من خلال فرق البيانات كيف كانت الآلية، إنه أنا قدرت إنه أقسم معلماتي إلى فرق بيانات، وبالتالي أنا من خلالهم قدرت أعرف وين نقاط القوة وين نقاط الضعف عندي في مدرستي، وايضا من خلالهم انا قدرت اني اقدر اني اتوصل ايضا الى المجتمع المحلي، وين النقاط اللي كانت عندي ايضا في الشراكه المجتمعيه بالنسبه لطالباتي، شو الممارسات التدريسيه اللي ظهرت عندي كضعف، وبالنسبه للمجتمع المحلي ايضا شو الاشياء اللي ظهرت عندي كضعف، وايضا بالنسبه للتنميه المهنيه للمعلمات. وكان ذلك فعلا يعني من حقيقه تجربتي في دبلوم القياده، كيف يكون لفرق البيانات دور في البحث عن البيانات، فظهرت عندنا نقاط عندنا الضعف، بلشنا نشتغل بشكل كبير كمجموعات. يعني كما تعلمت في دبلوم القيادة المتقدمة ابتدأت أني أمارسه فعليا حقيقة، وأنقل ممارساتي اللي أنا أخذته في الورشات والمحاور والمجمعات الأربعة بلشت أطبقه على مدرستي حقيقة. يعني ما بعرف يعني شو ممكن أوصفه، هل هو منارة تعليمية، هل هو يعني شيء عظيم وسام عظيم، يعني أنا خلاني أنتقل من واقع عملي كمديرة مدرسي، يعني شعرت حالي إني أنا كأني أتعامل مع معلماتي وطالباتي كأنني في صرح تعليمي كبير وكأني في جامعة. كيف انتقل التدريس من شيء مركزي إلى شيء لا مركزي، يعني أصبحنا نتحرك كأن نحن أصحاب القرار، الطالب يستطيع أن يشارك، المعلم له تفويض صلاحياته في مجال أنهم يؤدوا عملهم بكل عنا حرية. أيضا عم تسمعوني؟ واضح صوتك أستاذة دكتورة اعتماد، واضح صوتك. فيعني كان إن السنين الحمد لله رب العالمين تقييم من وحدة الجودة والمساءلة على مستوى المملكة، رغم إنه إحنا في منطقة نائية وفي منطقة بعيدة عن المناطق المركزية، واستطعنا أن نحقق 16 مؤشر أداء في المدرسة الفاعلة في مستوى الجودة لأول مرة على مستوى المملكة، وحقيقة هذا هو أثر إيجابي لدبلوم القيادي في عملي. يعني هو ليس يعني اني وانا بدي انا يعني احكي انه اني بدي اعمل اعلان له، لا والله هو حقيقه يعني ما تعلمته علمته للامانه. يعني انا لما بشوف معلمتي الان اصبحت هي قائد، وبشوف طالبي اصبح او طالبتي هي اصبحت عندنا هي قائد، بشوف انه انا اصبحت مدرستي هي مدرسه ذات ثقافه ايجابيه، بشوف في عندنا الصفوف المتجاوره اصبحت طالب يعني لما بده يدخل بده يؤدي عنا التحيه باي طريقه الى معلمته او الطالب، وانا بحكي طالب وطالب لانه في مدرسه رو منها الثانويه لدي شعبتي رياض اطفال، فبالتالي عم بتعامل مع صغار وتعامل مع مستوى كبير. فيعني حتى هذا الشيء اللي شجعني اني انا افتح غرفتين رياض اطفال في مدرستي هو دبلوم عنا القيادي، يعني حبيت اني اوسع مع المجتمع المحلي وبنفس الوقت انهض في مدرستي. فكانت يعني كل التطبيقات والممارسات اللي انا اخذتهم في الدبلوم حقيقه طبقتهم. ادوات التقييم بلشت تتغير عند المعلمات من خلال الاشياء اللي انا ادوات التقييم اللي تعلمته في الدبلوم القيادي، يعني اصبحت كاني مدربه لدبلوم القيادي، ما اخذته نفذته على معلماتي. ويعني حقيقة شيء جميل جدا لما نتدرب 24 ساعة ونحمل شهادة دبلوم عندنا قيادي، ولكن هاي ال 24 ساعة حقيقة هي لا تفي بحق
دبلوم القيادي، ما تعلمناه أكثر من 24 ساعة. كانت الورشات اللي احنا عم نتعلمها يعني فيها كم هائل من التعليم من خلال الورشة التعليمية. يعني احنا كنا نقعد مع بعض كجروبات، تعلمنا حتى كيف يكون ثقتنا في نفسنا تكون عالية، رغم اني مخلص الدكتوراه مناهج، ولكن ما تعلمناه في الدكتوراه هو شيء أكاديمي بحتي. يعني ما فيش إشي مهارات تعليمية، فقط كانت كيف يمكن أن أدرس وأقرأ وأتعلم بهذا الشكل. لكن ما التطبيق العملي فعلا وجدته في دبلوم القيادي، بالرغم أني لما بدأت أدخل فيه الكل بيقول دكتورة وكيف بدك تروح تدرسي دبلوم القيادي، ولكني نظرت من اتجاه آخر بنظرة يعني خلينا نقول أعلى من نظرة أني أنا بدي أنزل للدبلوم، لأني أنا بدي أتعلم مهارات، وهي المهارات موجودة في دبلوم القيادي المهني، فلماذا لا أتوجه لهذا الدبلوم اللي أنا ممكن فعلا هو يكون له علاقة ويمس عملي اللي أنا عم بتعلمه من عملي في مدرستي. فحقيقة يعني لما بشوف أني أنا كمان يعني حصلت جائزة الملك راني للمدير المتميز وأنا معي دبلوم عندنا القيادي، فهذا فعلا أثره كان واضح في عملي، في تنظيمي، في توثيقي، في توثيق البيانات، في الخطة التطويرية والمجالات الأربعة اللي احنا اشتغلنا عليهم بشكل عندنا منظم، كيف يفوض عندنا الصلاحيات. دور الطالب، أصبح الطالب مشارك، استطعنا أن يكون الطالب وصل إلى مرحلة التمكين، أن يكون الطالب قائد. يعني الآن الطلاب هم بيحطوا امتحاناتهم، هم بيجهزوا البرنامج، هم بيكون فيهم اعتراضات، فيهم صندوق اقتراحات. يعني الطالب أصبح له دور فاعل، رغم أن المنطقة اللي أنا موجودة فيها هي منطقة نائية وبعيدة عن المناطق المركزية، ولكن استطعنا الحمد لله رب العالمين من خلال ممارستي أنا حقيقة، ومن خلال انتساب بعض معلماتي إلى شبكات العلوم وإلى شبكات الاجتماعيات وإلى شبكات اللغة الإنجليزية من خلال برنامج أكاديمية جلالة عندنا الملكي، استطعنا إحنا كفريق أن نشكل فريق وتيمز ناجح في المدرسة، بحيث أنه إحنا يعني الحمد لله رب العالمين وصلنا مدرستنا إلى القمة. فشكرا لهم فعلا، وأنا في حقيقة بشجع كل مدير وكل مديرة وكل معلم أن ينتسب إما للشبكات وإما للقيادة، لأنه هون إحنا بنلاقي التطبيق الفعلي والتطبيق العملي أكثر ما إحنا عم بنلاقيهم بالكتب بشكل صم. وشكرا لكم. شكرا لك دكتورة اعتماد. ما بعرف إذا أستاذة رولا أستاذة فاطمة تحبوا تعقبوا على مشاركة دكتورة اعتماد. أشكرك على هاي المداخلة دكتورة اعتماد، والحقيقة إذا هو بيعكس شيء بيعكس التعلم، الإنجاز الرائع والاستدامة للبرامج وللدبلوم اللي أنت أخذتي، فيعطيكم ألف عافية، ويمكن نعطي مجال لأسئلة تانية أو إذا عندك أي مداخلة أستاذة فاطمة. ممكن نفتح مشاركة أخيرة في أستاذة ملك، تفضلي تفتح المايك عندك. السلام عليكم. كمان أنا ملاك المشحبة من الأردن. أنا أحد خريجات دبلوم إعداد وتأهيل المعلمين. جوز تذكريني مس رولا. بتشكرك كثير يعني على كل شيء قدمتي لنا إياه، وتأثيرك لهلأ موجود فيي أنا كمعلمة رياضيات بالمدرسة، وكان لي شرف أنه أنا أحضر مؤتمر إمكان وأشوفك فيه هون. وصدقاً بدون مجاملة دبلوم إعداد وتأهيل المعلمين كان له أثر كثير بتغييرنا وطريق تفكيرنا وتقديمنا كمعلمين رياضيات للطلاب. وبس حبيت أتشكرك، وإن شاء الله بنكون معكم لقاءات ثانية يا رب. أشكرك أستاذ ملاك، وكنا كلكم التوفيق، وفعلاً يعني التطبيق العملي والممارسة والتعلم اللي بيصير والتعلم مدى الحياة هو هذا أهم شيء، وهذا اللي بنسعى له دائماً. فإحنا يمكن الوقت انتهى. أنا أقول مداخلة صغيرة، أحب أعيد تاني أنه موجود رابط التسجيل على الويب سايت حق أكاديمية نهضة اللي هو www.nahda-academy.edu.sa. حيكون موجود الرابط خلال نص ساعة، تعبوا الفورمة وبعدها حنرسل لكم معلومات أكثر عن البرنامج ومتى حيبدأ ومدته وتكلفته وتفاصيله وما إلى آخره. إحنا حطينا الرابط أستاذة فاطمة في الشات بوكس في صندوق المحادثة،
أحب أشكركم مرة ثانية أستاذة فاطمة وأستاذة رولا، شكرا على وقتكم الثمين معنا في الورشة، وأحب أشكر جميع الحاضرين على وقتكم معنا، ونلقاكم إن شاء الله في ورشة العمل القادمة. شكرا جزيلا للجميع. شكرا أستاذة رؤى، شكرا أستاذة آلاء، شكرا للحضور، مع السلامة. شكرا لكم، مع السلامة.